على همي
خط المرسوم على ذا الخد والثاني على ذا الخد والثاني ويا من لقى الموم حتى دمع جافاري وحتى دمع جافاري تناسى خط المرسوم على ذا الخد على ذا الخد والثاني ويا من لقى الموم يقولوا لي يقولوا لي يقولوا لي الهوى قسمة متى كان الهوى زمان كان البكا ينفع لأن الهجر كان موهوم لأن الهجر كان موهوم وأما اليوم لن يسمع وسمع في الهوى مخدوم وسمع في الهوى مخدوم زمان كان البكا ينفع لأن الهجر كان موهوم